الرئيس قال ان 90% من الشباب المحبوسين في اعمال اللي موجودين في السجون في اعمال جنائيه، الرئيس واكد على ده. يتحدث الرئيس يتحدث عن مجمل الاشخاص المتواجدون داخل السجون، ده صحيح نسبه كبيره جدا هي الناس اللي صدرت ضدها احكام جنائيه، وبالتالي انما في قضايا التظاهر لا الرقم ما يوصلش، يعني لو بتتكلمي على 80,000 مثلا سجين مصري موجود، دي قدره السجون المصريه الان، انت تتحدثي على يعني احنا مثلا بنطالب بالافراج عن 600 واحد من الشباب، يعني اجمالي القوائم اللي عندنا من الشباب اللي محبوسين على ذمه قانون التظاهر واللي تقدمنا بيها لرئاسه الجمهوريه ولا زلنا بنطالب رئاسه الجمهوريه انها تفرج في القائمه الرابعه دي عن كل المحبوس على ذمه هذا القانون، احنا بنتكلم على قائمه فيها 600 واحد. الملف ده بتاع حضرتك، انا بس عايزه عشان الرئيس النهارده قال كلام انا عايزه اناقشه بموضوعيه، بيقول العدد مش كبير زي ما انتم متصورين، 90% من الشباب الموجودين دول في اعمال جنائيه او في جرائم جنائيه، وضرب مثل انا مش قادره انساه، قال لك سرقه، يعني ده بعيده جدا عن قضايا التعبير عن الراي. لا لا هو بالتالي المثل ده وضح المعنى، المعنى بيقول السجناء الجنائيين، هو مش بيتكلم على الشباب، كان بيتكلم على السجناء الجنائيين، وده طبعا الرقم الاكبر لانه دول اللي واخدين احكام سواء في الجنح او في الجنايات، سرقه، اغتصاب، يعني قتل، كل دي جرائم جنائيه، انما لو بنتكلم عن الشباب الذين تم القبض عليهم في قضايا التظاهر، احنا زي ما اقول لحضرتك القوائم اللي عندنا 600 واحد، وبالتالي فاللي لسه موجودين لغايه دلوقتي يعني غير اللي خرجوا 600 600، وبالتالي طيب عايزه بس انا املي بقى من الرئيس انه يفرج عن ال 600 دول بالكامل، اللي هم كل، لان في ناس منهم قربت تخلص عقوبتها اللي عنده سنتين. هو قال في مراجعه رابعه تتم، بس انا عايزه اتوقف عند مساله تانية. الرئيس النهارده انا فهمت كده، ممكن اكون فهمت غلط، بيقول ان مش همنع من حق الشباب انه يتظاهر، وما ينفعش حد يمنع حد من التعبير عن الراي، لكن لازم الالتزام بالقانون في مساله ان ياخد تصريح. انا قرات مقال حضرتك قلت فيه في القضايا الاخيره بتاعت جمعه الارض دي ما اتسجنوش عشان التصريح، اتسجنوا علشان تهم اخرى، والحقيقه ذكرت حضرتك التهم وهي موجوده، مش عارفه محاوله قلب نظام الحكم، اثاره الشغب، تدمير المنشات العامه، يعني انا قلت ايه؟ انا قلت انه التظاهر كان سلمي ولم يتم قطع الطريق، انما مذكره التحريات تضمنت الماده 7 في قانون التظاهر اللي هي بتتكلم على قطع الطريق وتعطيل المصالح العموميه والاعتداء على الممتلكات العامه والخاصه. لا انا اللي فهمته يا استاذ حافظ ان الرئيس الصوره اللي عنده ان دول سجنوا عشان ما خدوش تصريح بالتظاهر. لا ما هو ده ما لا ده ما يعني هو اللي يقرا قانون التظاهر هيلاقي انه العقوبه على عدم الحصول على ترخيص هي الغرامه اللي ايوه بالظبط ل 30,000 جنيه. انما التظاهر سلمي لا غير مجرم وفقا للدستور. لا انا بسال على نقطه معينه، حضرتك فهمت اللي انا فهمته من كلام الرئيس ده؟ انا فهمت ان الرئيس فاهم ان دول اللي اتقبض عليهم علشان كانوا مخالفين ما خدوش تصريح. ما لا لانه ربط ما بين الحق في التظاهر واحترام القانون في الحصول على تصريح. لا لا ما ده اللي احنا بنقوله لسياده الرئيس، يعني سياده الرئيس انه القانون نفسه الموجود حاليا لا يعاقب على التظاهر السلمي الا بالغرامه من 10 ل 30,000 جنيه. وبالتالي وكل التظاهرات اللي احنا شفناها في الفتره الاخيره سواء في قطر النيل او في الدقي او في العجوزه لم يكن فيها لا قطع طريق اصلا، ما تمكنوش بالتظاهر لمده نص ساعه. نوضح بقى يا فندم، ده شغل بقى المجلس القومي لحقوق الانسان، نوضح بقى لان النقاط لازم تكون واضحه النهارده. انا فهمت كده واتصور ان الرئيس هي دي الصوره اللي عنده وفقا لاجاباته مش وفقا للي انا بقوله. طلبنا يا استاذ رشا، احنا طلبنا الرئيس سواء مجلس قومي لحقوق الانسان او كمنظمات، هو كل المقبوض عليهم في قضايا التظاهر يخرج بهم عفوا رئاسيا في رمضان، وهذا امر سيسعد الشعب المصري والامهات. هنشتغل على ده يا استاذ حافظ ونشوف الملف ده هنوصل فيه لفين. الاستاذ حافظ ابو سعد رئيس المنظمه المصريه لحقوق الانسان وعضو مجلس القومي لحقوق الانسان، شكرا يا فندم.